لو الحكاية فيها إن فيديو لا كويسة ورخيصة وكل حاجة. البوست 30 والجوري 45 والسردين البلدي 25 والجمبري 180. كل سنة وانتم طيبين. آخر يوم من البطولة بإذن الله عشان خاطر أول أربع أيام أجازة. أربع كل التجار كل بتوع السمك أربع أيام أجازة. أول أربع أيام في رمضان أجازة؟ إن شاء الله. طب ده ليه يعني؟ يعني عشان الناس بقى تخش على اللحمة والفراخ شوية. نقعد ناكل بقى لحمة وفراخ. ما بناكلش شوية سمك. طب أنت شايف اللي هي الأسعار دي كده نزلت؟ هتنزل تاني بإذن الله. يعني 30 جنيه كده ونزلت؟ كده نزلت شوية. كنا كنت عندي مصدق 30 جنيه. فيجو